وردني سؤال من من عدة أشخاص يقولون بأن حضرتك قلت بأنه بعد الموت لا يحس الميت بشيء طبعا. حتى يوم البعث. نعم. يقول هؤلاء بأنه روح الميت عم بتزورنا، الشخص الميت عم بتزورنا، عم بتحوم حوالينا، عم نشعر فيها، ويقسمون بأنه فعلا عم نشعر بهذا الشخص عم بيحوم حوالينا أو روحه تحوم حوالينا. شو رأيك بهذا الكلام؟ أولا على الروح هي طاقة ما بنحس فيها، يعني فرضا كل إنسان حاليا هلا هو كل إنسان في عنده ملكين على الكتفين، ملكين. طيب عم بحس فيهم؟ لا عم بحس إنه الملائكة عم بتحوم حوله؟ طيب إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب حدا نهار شعر إنه إبليس عم بيحوم حوله؟ يا أخي الروح هي كمان طاقة، فالكل عم بيكذبوا هذه الآية. الله سبحانه وتعالى قال فيمسك التي قضى عليها الموت، فالنفس ممسوكة عند الله، فكيف عم تحوم حولي؟ يعني طب شو الله قال تفسير، شو تفسير هذا الموضوع؟ النفوس ممسوكة عند الله، ممسوكة فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني إذا الله يقول أنا هذه الأنفس أنا ماسكة عندي فوق، والروح، عم بقولوا هن الروح، خلينا اذا ممكن واحد يقول لك لا انا ما عم بحكي عن النفس، انا عم بحكي عن الروح. الروح ما لنا علاقة فيها، هي طاقة الله الخالصة ما بنشعر فيها على الإطلاق. يعني فرضا الإنسان عن طريق النفس بيقرر مثلا يقوم يقعد يمشي، أنا ما بدي روح ما بدي طاقة أتحرك فيها، هي طاقة الله. مثال إنسان عنده جهاز موبايل، الروح هو الخط اللي أنا أخذه من الشركة، فإذا الشركة قطعت هالخط فمشيئتي بالاتصال معك أو مع غيرك صفر. خليني أكبس زرار لحتى أشبح، ما في خط، صحيح صح. فهذا الروح يقطع بس ما بيتم عم بيحوم. إذا الحالة نفسية، هي نفسية نفسية تمام، فقط. هي نفسية بسبب حب هذا الشخص، نعم استحضاره، استحضار ذكرياته، فبيشعر الإنسان إنه هذا الشخص روحه تحوم حواليه.